هي لو رسخ الموسيقى تبارك الله عليكم وجبناكم من جديد هو قديم ولكن جديد تبارك الله عليكم منتخب اللاعب نهار السبت التوفيق وعندنا واحد الشاب واحد أغنية جميلة على المنتخب بلا ما نطوع عليكم بلا ما ندير لكم سوسباس ما كيعجبنيش ندير سوسباس معنا شي واحد كبير تبارك الله عليه السي محمد تبارك الله عليك. سي محمد سي محمد هذا العفو بعدا الشاب الرياحي اللي معنا هو الشاب الرياحي سميتو محمد الشاب الرياحي معنا شرفين اخويا وهذا شرف اذا عدت مرتب الشاب الرياحي من مدينة مرجان كان انا لجميع المجتمعين في مرجان كان مخطط وطن مبروكه وكان شكر افضل دينا على الدعوه هذه ونتمنى ان شاء الله ندوز واحد فيها اي سؤال انا معك اخويا نورد ان شاء الله ما يكون غير خير المستمعين ان شاء الله يستناو شي حوايج اللي ما يمكننا نوصلهم وهذه هي المناسبه ان شاء الله اللي غادي يقدروا يستناو ان شاء الله ان شاء الله هذه هي المناسبه اللي نسمعوا فيهم وكذا كتعرفوا بان الشاب الرياحي هو رياضي ومن بعد البرنامج موسيقى ورياضه راه فيها رياضه وموسيقى تبارك الله عليكم الله يا ودي ومرحبا بالناس ديال بركان انتوما الناس ديال بركان لا قول رياحي مدينة بركان قدم لنا بركان وشكون هي بركان عيشني شويه اني ناحيه خويا نورتان عاطينا شي نبدا صغيور على بركان وبدا في حباب يمشيو يزوروا بركان وسيدي احمد بركان الو كتسمعني؟ كنسمعك قلت لك إذا كان ممكن تكلمنا على بركان ولا سيدي أحمد بركان مرحبا بالناس اللي ما كيعرفوش بركان فالشيخان باش يجيو يزوروا هاد المدينة جميلة عندنا الشبولة عندنا الرياضة عندنا الخضرة عندنا الخير موجود الحمد لله التماثيل البطاطا مرحبا بالناس اللي ما كيعرفوش بركان مرحبا بهم الناس ديال بركان راه الناس ديال الكرام الحمد لله بركان معروفه بالليمون وعندكم في الصوب ديال المدينه عندكم واحد الليمونه مخصوصه تما فرقتوها ولا مازال الرمز ديال المدينه معروفه بالليمونتين هي كما قلنا ريسبونديتير اي مدينه وتكون عندها واحد الحال اللي كيخص فيها نعم المغرب غيلعب نهار السبت وبالجيكا هي لعبه او التوفيق للجنه اللي كانت اهله تبغنا على المغرب ان شاء الله سي محمد انت شاب رياحي مغني تكلمنا البدايه ديالك مع الغناء وكيفاش جيتي تغني وكيفاش جيتي تحل الصوائد ديال الجمهور المغربي. هو الاخ نور كيما غادي نقول انا البدايه ديالي في السياسه صغير جيت على اي تحدي ديال الفيروس ديال الادروب أدروب بركان في نقطة أمان وفيه نقوايا خبونا في عليها هنا كنت أصغر سيدنا في الفرقة Thank you.
نعود مستمعين بعد قليل، بعد واحد الساحة كثيرة قليلة بغية، ونعود مستمعين رياضيين إذا كان ممكن، نعود إليكم بعد قليل المستمعين رياضيين. لا يعني الأصدقاء اللي تعاملوا معاك عودنا الأصدقاء اللي قبل ما كانش يعني الصوت مزين، دابا راه تعدل كل شيء، يمكن تعاودناك أصدقاء اللي تعاملوا معاك وكيفاش بديتي؟ سي محمد الشاب الرياحي انتر كلامك المثنى فيه كلام زوين، يعني كيفاش يعني عشقك الكلام زوين، كلام يعني موزون، كلام حدود، انت قال كيف بعض الاغاني اللي الحمد لله. الحمد لله انا ديما كان هذا هو يعني من كان غني شي حاجه الى ما غنيت واحد الموضوع يعني كيما نقولوا عنده واحد المعنى والكلام ديالو يكون قوي، وهذه في ما طلع تمرني ولكن كان اخويا نور الدين وهذا المجتمع الكرام هكذا الحمد لله، باسكو انا كنشوف اللوجيك هكا خاصها تكون الى ما كانت عندك شي واحد الحاجه توصلها للمستمعين اللي غادي اوموان تعالج واحد الموضوع اللي هو تشوف حي وهذا الشيء ما طلع تنغني على شغل غني، هي ما عنديت واحد البيت على هكا حتى لو ما عرفت جاني غير كنت في السوق او كان كيما بزاف ديال الناس كيقول لك عوام كيفاش السوق هذه ما باغيش السوق، انا ما باغي بو السوق عندي ما ندير بها، انا كنغني لواحد الفئه اللي الحمد لله عندي واحد البركه قليله ولكن الحمد لله انا مفتخر يعني الاغاني ديالك يمكن نسمعهم يعني بلادهم يسمعوا هو مرتو هو ولادو هو امو ماشي مشكل الحمد لله يعني نقدر نقول لك ماشي كل شيء ولكن الاغلبيه ديال المواضيع ديالي اللي غنيت في المسيره الفنيه ديالي كانوا مواضيع خليها مواضيع يعني ديال بخالي الخالي يعني فور كامبلي يعني كنصبر على صحابي فيها يعني صار لي صار يا ما جيت لي كنخرج لي كان جيت لي راه في الغربه عندك في آية دنيا بزاف بزاف القائمة طويلة الحمد لله عن يعني الحمد لله أولي بلا مقول أنا عن كين كلام كين بزاف مواضيع أنا غنيت بزاف ديال المواضيع وكذا نقول لك عندي حتى الستين أغنية إلى بنا نحسبوا لي الألبوم ديال بكري كانوا ستة فقاسات عندي مهم في السمو عندي واحد 12 ألبوم في السوق الحمد لله يعني الحمد لله عندي بركه ديال المور ديالي اللي بغيني وسهوله ليا في بليزا بورتو في واخا نور ديال بليزا بورتو تكون عندك محبه مع الناس هذا هو انا بالنسبه لي الربح الكبير مع ربي ومع كل شيء في هذا هو انا هذا هو بالنسبه لي الحمد لله. اذا كان ممكن الشاب الرياحي تسخن الطرح كما نقولوا وتحيقنا المحبين من العزوز يا الاربانه انا ما كانش يكون المستمع راني نهضر معاهم اون ديريكت باش نقول لهم شنو بغيت تسمعوا لكن اش غادي نقول لكم واش نختار بالاغاني القدام يلا ندير خطبك خطبك نجيكو انا جاي نجينيتيكو انا جاي نجينيتيك اش اخويا ربي العزيز يلا هاد رانا درنا وخاتم
راهو في ديك وخاتم راهو في ديك. نعم كما قلت انا المستمع والحاجه اللي هي زوينه في الشاب الرياحي هي التواضع ديالو. اثر ذلك التواضع يجي من التربيه وحنا تربينا هكا لابنا لا في الكورة لا في الاحياء لابنا ما عندنا اصدقاء بزاف بالنسبه للموسيقى ولا بالنسبه للفوز. انا خدمت او ثاني كنت خدمت في الصاله مع خويا انا كنت انا نحكي واحد الحكايه وقعت لها سي مربي واحد العام واحد العام في المجتمع الكرام غادي نقولها لهم على المباشر. واحد العام واحد عندي خويا الله يحفظه والله يجعل ربي يبارك له في وليداته الزوجه خويا عنده جزاره في بركان كنت مره في الصيف كنقول له شوف انا دابا راني المهم راه الناس واحد عارف سيك سيك شفتو في هذيك الالفيه تاع 2001 واحد النهار قال لي خويا محمد الله يرحمك وليدي ما عنديش مشي عندي واحد الشغل في نمشي نقضي وكذا كيفاش نحارب وانا ديك الساعه كنت مركز وكذا والصيف والناس يعرفوا الرياح والفوتوغراف المهم نقول لك المهم خلاني تعطل عليا واحد شويه انا بقيت في المحل خرجوا الكليان خرجوا الكليان انا عندي الصحه في جبت الطابليه وي خويا لا مع هذيك الربعه العشيه كنكون تعاون صعبه والناس باقيين يستجابوا سبحان الله ربي جاب الرزق خرجوا الكليان المهم بقيت اخويا نور الدين ما بغيتش نخليك ليا يمشيو هكا عم الله فيك الخويا ولا عندي السمعة المهم طاب ليا وفي طاف طاف صوتي تكتا هادي حتى يبقى واحد هو وليدات قال هكا فوق الكونتور قلت له خويا حتى الكونتور قلت له خويا شنو نعطيك قال لي خويا لا غير ولادي بغاو يصوروا مع خوك قالوا لنا خوك الشاب الرياح قلت له واخا مشيت مور الفريغو قلت له فيزي خرجت قلت له انا هو الشاب الرياح ولادو قالوا له بابا سي وش تبغي عليك خبريتي؟ اه وي شنو ما نخلي ما في مثلا اتموسفير ايوا هي هذه تبقى من الذكريات الصحيحه والوليد ديالو وهذاك الوليد ديالو بقات عندي علاقه معاه ماشي اليوم من هذا ولكن ملي كنت في البلاد بقات عندي يعني حاير ديالي بحال هي جات له شكل قلت له راه غادي توشي انا عمرو ما خلاني شي حاجه شي كان عامل في هذيك السيو كذا ولا سي سي حنا كاع ولاد بابا حنا كاع الحمد لله انا يعجبني نكون بخير يعني مع الناس كلشي الحمد لله يا رب. سي سريحي يعني دابا مازال الناس كيتصوروا معاك هنايا في بلجيكا؟ ايوا خويا اللي عرفني واللي عندي وبدوا مني شي تصويره بليزير افي كرون بليزير فرحة بيها اللي ما يعرفنيش واش غادي نقول له راه ما يعرفنيش نوما والحمد لله اللي عرفونا يجيو يصوروا معنا ولا نوتوغراف هكا ولا المهم الحمد لله. كيف وليدات اخي محمد؟ ايوا الحمد لله عندي سلمى عندي شيماء عندي اميره وعندي ادم يلاه جزاه اللي ربع شهور عنده زاد الله يلاه يحفظهم لي وشي دعوه من عند المستمعين الكرام الخوت اللي راهم يسمعوا فينا ونتمنى زعما كل واحد يخلي له ربي وليداته ويفرح بوليداته هادشي اللي نقول الله يبارك فيهم وحد الناس والله يرزقك الصحة والسلامة الجامع إن شاء الله فضل أواسط أنا هادشي اللي كنقول يا ربي إيه تقدم لهم شي تحية لوليدات ديالك؟ أنا كنقول الله يجعل ربي سلمى حبيبة ديالي وشيماء وأميرة وآدم الله يجعل ربي يحفظهم ويحفظ جميع أبناء المسلمين الله يجعل ربي يحفظ جميع أبناء المسلمين أخويا نور الدين هادشي اللي غادي نقدر نقول. قبل ما ندوزو ايتاب اخرى وكان وجهة تحية لجميع الاصدقاء والاخوان واللي يعرفوني واللي نعرفهم وكاع اللي يعرفوني راه نقول لهم نوجه لهم التحية ديالي والوالدين ديالي الوالدة ديالي والوالد ديالي الله يخليهم الصحة ديالهم وخوتي والزوجة ديالي بيان سير وكاع الاصدقاء والاخيرة والجيران انا واحد صاحبي واحد داري عاوتاني كنتكلم عليه حمزة وكان وجه واحد التحية كبيرة لواحد الاخ اللي تعاون معايا بزاف انا اللي كان مراجع ديالي سي عبد الدين البداوي بلا ما ننساه اللي يعني كيما نقولوا ب
نمت ديالو اللي كثرت عاوتاني حنايا في اوروبا باش كيما نقولوا نزيد نافونسا، لان الحمد لله هو اللي كان واقف معايا فينا التوزان فينا الكوميديا شو فينا في توب طرف. كنقول له شكرا بزاف السيد الاله، وكنشكر عاوتاني الاخ رمضان وراشد رمضان، وكنشكر كاع الحنانه صحابي سي بي راشد قاسمي كاع الدراري المراد كاع الدراري الشيخ كريم ياسر بلا ما ننسى، لان هذاك راه كيما نقولوا هذاك راه بحال خويا. انا الا قلت لك خويا لان هذاك دوز معايا بزاف وخدمنا انا وياه بزاف، نتمنى له ان شاء الله يبقى فينا الكبير كريم ويستاهل كل خير ان شاء الله. نتمنى له ان شاء الله يا ربي يحفظه ويحفظ وليداته ويحفظه ان شاء الله لما فيه ان شاء الله يا ربي. وكيف السر ديال انت ملي كتنوض تغني شي عرس ولا شي مناسبه كتنوضها نايضه كل فين وبيستحوا كل فين وبيرجع كل شيء في فرحان. اخويا نور الدين هذاك الشيء واش غادي نقول لك، هذاك الشيء كنت نقول لك اسم مواد اسمك ربي سبحانه وتعالى ملي يقدر يعطيك هذاك الاخر، نقدر نقول لك لي شونسون ديالي هما اللي يجعلوا الناس يتفاعلوا معايا، لان عندي اغاني انا عندي بزاف اغاني ديال الاراك على الفيماري على العروسه ولا عليه بزاف ديال الاغاني. غنيت عاوتاني على شي تويت هذاك ديال ريتميك اللي هضر على موضوع بحال بحال الشاف البنات تستنانا العيدين تستنانا، يعني حاجه اللي فيها تيجو فيها لونكيون فيها الدراس فيها المهمه فيها يعني هاد الصوالح اللي هما ريتميك، يعني يخليو الناس يخليو الناس يعيشوا معاك ديك الاغنيه، لان حتى لي بارول يقدروا يجيب لهم باش يسمعوا لك. ايوا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله نتمنى الفوز. نعم، كيف كتشوف هذه الاغاني الحديثه اليوم اللي كنقولوا اغاني جابه انا اذا في بدايه جايه المغربيه اللي دابا كتشوف كاملين كيغنيوهم؟ اخويا نور الدين كل واحد راه كيما نقولوا حنايا كل واحد يبغى بلغاه، دوك راه كاين ما عندكش ما غادي تقول المجتمع ما عرفت السوق فاتورة ما فهمت انا ما مشيتش عليك ما فهمت، ولكن نتمنى لاي فنان التوفيق اللي راه الله يعاون كل واحد. الواحد اللي راه في التوب راه ما كانش في التوب كاع هكا راه كاينه شي حاجه تما كيما نقولوا واحد السر اللي راه تما، وكيما نقولوا الجمهور اذا اختار واحد اللون هذه كنت تقول له لا لا تختار الجمهور هو اللي راه عارف شنو يسمع وشنو ما يسمعش. وكما نقولوا انا متعامل بواحد الحاجه واحد اجيب لها مكروز انا ندير واحد الوسيط ديجا انا مفتخر به وراضي عليه، ولا دار لي ستيف شي صافي بليزير وما دار لي ستيف شي صافي بليزير، علاش؟ حقاش ما غاديش ندم على هذاك الشيء اللي درت، لان عارف بلي ما غاديش ندم ندير شي حاجه اللي كما نقولوا كلام نقي وهادي خدم ما خدمش، المهم ما درتش شي حاجه اللي ما درتش لها قوتك يعني ما درتش شي حاجه اللي نعم نعم. مستمع الذي أنتم في الاستماع إلى إذاعة فرصة برنامج موسيقى ورياضة، لكن أحد تبدل الموسيقى أحد تبدل الرياضة. سي شاب الرياحي أنت رياضي؟ أنا أخويا أجيب لك أقول أنا كنت جارديان بيت، أنا لعبت جارديان بيت في بركان واحد المدة ديال بزاف مدة ثمانينات في الشهر، لعبت سينيور في مدة ولعب سينيور فرستير بالاصدقاء ديالي اللي اذا راهم يسمعوا لي كامل اللي لعبوا معايا في الرياض، لان دوزت واحد 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 المرحله زينه بزاف في هذيك ما نقولوا في هذيك الفتره ديال لعبت من 91 حتى نقدر نقول لك خرجت خالي خالي واحد العام واحد العام لعبت واحد الكوره في الجزائر السيسي، اخر ماتش ديالي لعبتو يمكن كونتر ربي ما عرفتش، المهم تمرشات عليا واحد الكورة بات تمرشات عليا بقى عليا الجمهور روح تغني شنو نقول لي دير الله انسى اخويا نور الدين هادو كانوا مورايا في هادي الشركة وسير تغني وانا نقول وجهي وانا نشوف فيهم هكا تلوى عندكم الحاج انك نيت هاد الكورة طاج من تما لا يعني من تما وليت عاوتاني واحد العام هذاك العام دي هذاك العام درت يمكن مشيت مع الفرقة اونترينور ثم واحد 3 ماتش ولا 4 ماتش هكا مشيت معاهم اونترينور، هذو اللعابة قعدوا معايا وبقاو ما كانش كيما نقولوا هذيك كاع ناصرين
لا يعيشك يعني انت عندك جيز ديال لومبيونس لومبيونس ديال الغناء ولومبيونس ديال الفوت اش الفرق بين لومبيونس ديال الفوت ولومبيونس ديال الحلاوه ديال الفوت حلاوه ديال الفوت حلاوه بوحدها حلاوه ديال الفوت مرات تتوفى وتبارك الله اش غادي نقول لك سي جوار بليس بليس كوميدي بليس اونترانا كنت قلت لك ومنساوش حسن طلحاوي السكرتير العام ديال راديو فولتير اللي قدموا له تحيه اللي هو قال له تحيه ديالي كبيره لحسن طلحاوي وكنوجه جميع الطاقم التقني ديالكم اخويا نظيم وزعما كنشكر في النادي ثاني مره كتستضيفني وصافي بريدي انا ملي عيطت له كبرت ليا انا بالنسبه ليا بريدي قبل ما يكون يعني بريدي كبير بالنسبه ليا انا شرف هذا شرف اني فرحنا اخويا نظيم نشكرك عليها اخويا نظيم وانا من كنت انا دابا كنت من المحبين ديالك فاش كنت في راديو الثقافي الى ما عرفتش الله يرضي لكن محمد وجه واحد التحية لواحد الاخ عاوتاني كان رياضي ديالنا الصمادي اذا كان في الاستماع كان وجه له تحية كبيرة الصمادي كان نقول لهم هذه تحية من عند الرياحي خويا الصمادي نعم وجميع المستمعين لكن انا زي اذا كنت ندوز رمضان يعني في المنعم راه صديق ديالي مولي كريم ان شاء الله مسلم كريم ان شاء الله وغادي يقول كلمة ديالو ان شاء الله ونطلب له ان شاء الله التوفيق ونتمنى له ان شاء الله التوفيق لان يستاهل يكون ان شاء الله على لما لا يسمعنا عندنا بركان عندنا تبارك الله عندنا مواهب وعندنا تبارك الله كيرا وعندنا بريزيدون تبارك الله يا سلام عندنا بريزيدون ديالنا يعني كيوقف مع الفرقه وباقي الفرقه تسيبي كلنا ان شاء الله هذوك الموجودين هذوك اللي كيما نقولوا المشويكي وكنوجه واحد التحيه للرابطه ديال جمعيه المحبين مع البركانيه الشخص ديالها الهدري تشولي المراسل ديالنا في هولندا الله يا ودي انصروا وادي نعم وانا نذكر الاسماء وكنقول يمكن غادي ننسى شي واحد انا كنقول هذا المنظر ديالكم كنقول نسيتو اسمح لي بزاف لان انا ما نقدرش غادي نفكر كلشي هادو غير اللي جاو ليها التغيير وكذلك مصطفى المجادي اللي في مونس وكاين عندي مصطفى المجادي الله يا ودي مصطفى المجادي اللي في لوكوتي اللي في المهم جميع الناس ديال عرفوني ولا نعرفهم ورديتي لي على بركاني ديالكم شكون قلت انا وليت بركاني مرحبا خويا نور الدين نعطيو لك الناسيوناليتي من دابا راك بركاني هو مرحبا شكرا شكرا مستمر هذه الحلقة الأولى ماشي أستاذ رياحي علاش أنا عيطنا تعيطوا ديما أستاذ رياحي لأن كيدير الفوز وكيدير لنا الفرحة في الإذاعة ديالنا وخلينا ديما الإذاعة يعني فرحانة وأستاذ رياحي كيفرح القلوب ديالنا نعود إليكم بعد استراحة خفيفة ونديروا واحد الفوز
ويعود إليكم مستمعي الرياضيين وخليكم معنا بس اسمعين.